اولا نشكر الاخوان في المنظمه الاعلاميه على الاهتمام ديالهم بالدوره ديال المجلس البلدي دوره فبراير اللي تتميز بالدرجه الاولى بدراسه الحساب الاداري. وكما تعرف الجميع ان الحساب الاداري هو واحد العمليه حسابيه اللي تجمع فيها الحصيله السنه الماضيه 2014 مثلا اللي فيها جزء متعلق بالمداخيل وجزء متعلق بالمصارف. وهذه المناسبه هذه اللي تنديروها هو ان نوقفوا تنشوفوا ما انجزناه هذه الحصيله هذه واش هو مطابق لما قررناه ملي صوبنا الميزانيه في الدوره ديال اكتوبر ديال 2013 او لا حققنا قل او حققنا اكثر. هاد السنة هادي بالنسبة لنا في المجلس البلدي ديال تيزنيت يمكنني نقول بأنه استطعنا أن نحقق الميزانية التي برمجناها واستطعنا أن نحقق فائضا أكثر مما كنا قد قدرناه في البداية. حيث أن المجلس البلدي ديال تيزنيت حقق سنة 2014 واحد الفائض ديال تقريبا مليار و 300 مليون سنتيم. هو فائض اللي البلديه غتستعملوا في تجهيز المدينه وتوفير واحد المجموعه ديال الفضاءات واقتناء واحد المجموعه ديال العقارات اللي غادي تدخل للرصيد ديال المدينه واللي غادي تستفيد منها مختلف المجالات التنمويه سواء الاقتصاديه والاجتماعيه ولا الرياضيه ولا تمكين المدينه من واحد العدد ديال البنيات التحتيه الضروريه. صحيح ان الحساب الاداري جرى العاده بانه يناقش ويحضر داخل لجنه الميزانيه واقتصاد تخطيط الميزانيه. هذه اللجنه هذه اللي اجتمعت طوال ساعات عده تجاوزت ربما 15 ساعه طيله يومين ويستغرق العمل الى غايه منتصف الليل تمكنت انها تفصل مختلف الجوانب ديال هذا الحساب الاداري وتبين فعلا ان الموظفين ديال البلديه الموظفين ديال الماليه على مستوى المدينه وكذلك السلطات المحليه وبالدرجه الاولى الساكنه ديال المدينه قد كان تفاعلها وتعاملها مع البلديه في مجال ديال الجبايه تعاملا ايجابيا حيث ان المواطنين ديال المدينه مواطنين مسؤولين يؤدون ضرائبهم بنسبه كبيره. الامر يجعل ان البلديه تحقق نسبه كبيره من ما توقعاتها على مستوى المداخيل. كما اننا وقفنا اثناء دراسه المصاريف ان البلديه ديال تيزنيت اعتمدت تدبيرا وترشيدا صارما في صرف الميزانيه. الامر اللي جعلها انها تحقق هذه الفوائد هذه اللي ذكرناها لانه بدون هذا التدبير وهذا الترشيد كان ممكن نقع ليس في الفائد ولكن يمكن نقع في العجز. هذه الامور هذه اللي احنا الان تناقشوها في 2015 واللي تتميز بواحد هذا الموضوع هذا ديال الحساب الاداري تحيد منها بشكل نهائي. بمعنى ان هذيك المحطه ديال فبراير كانوا اسرع الجماعات يهزوا لها الهم وكانت هذيك المحطه كذلك تكون موضوع ديال الابتزاز ديال واحد العدد ديال المستشارين وحنا شفنا واحد العدد ديال المتابعات حاليا واحد العدد ديال المدن اللي كيتضطروا بعض الرؤساء انهم يرضخوا هذيك الابتزازات ويستجبوا لها وفي الاخر تتولي امور غير سليمه وغير اخلاقيه في الممارسه ديال الجماعه. ان هذا الامر هذا قد ينتهي اذا ما تم اعتماد هذيك المشاريع ديال القوانين. صحيح كذلك بان هذا الحساب الاداري اليوم قلت هذه الامور هذه كلها هي جعلت بان مختلف المكونات ديال المجلس خاصه المكونات السياسيه اللي حاضره وبالدرجه الاولى الاتحاد الاشتراكي والتقدم الاشتراكي والعداله والتنميه اللي كانوا حاضرين في هذه الدوره هذه صادقوا باجماع على هذا الحساب الاداري ديال 2015 وهو مؤشر ايجابي يبين مجموعه ديال الامور. واحد ان المستوى ديال النضج ديال المستشارين الجماعيين ديال مدينه تيزنيت مستوى عالي يمكننا ان نفتخر به ويدل على ذلك المستوى ديال النقاش اللي تيقرر والمستوى ديال الطروحات. بل اكثر من هذا ان بلديه تيزنيت ولا المجلس ديال تيزنيت يعتبر من المجالس اللي المستوى التعليمي والمستوى ديال التكوين ديال المستشارين ديالهم من بين المستويات العليا نظرا لارتفاع نسبه الحصيله.